بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله بمنه وكرمه أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن بصحة وعافية. رمضان لي يسرنا تشو ملكام سراوشن الله سبحانه وتعالى يقبلا رمضان كإيمان كعافية كابت رقاقامي كميز ومسوى كمية درقان ومن كتلم رمضان كوتا بوهلا يمؤمن باهري يمؤمن أحوال من ممسل دالبت أدرب على ملكو لما قلت المكرالا رمضان بيوتام يمؤمن هيوتو اسكالو التاجرس خير سرا هاي قارت مؤمن لم يسراو خير سرا يجزي قدب يلوم هيوتو ستالف بتشانو خير سرا ميكومو. الله سبحانه وتعالى قرآن لي وعبد ربك حتى يأتيك اليقين موت سقيمة درس قيتاهن أملك قيتاهن تقذابلا نبي بحديثات شو إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث يسو لجب من متبت هذي يسارو ينبر سراب مولو يقرطل شو سنقرو تسيقرو بلو ملكام صالح يهونا لج ولدو يتوسو اندزيهو تقامي يهونا علم يستمار سونا خير لخير سرا وجي يمي درقبت وقفا يدرق سو بلو على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بزي حديث مسارتم يسو لجي سراو ميقومو سيموتن سايموت بثي تسران ملكا من سراك هاكو ما اندسو أكالو بايموتم لبو موتو المالتنا. رمضان لاي انسرات شوين ببرو خير سراوج كرمضان بوها لامال بيان داندو ساعت بيان داندو دقيقة وست من سرات شو خير سراوج شالو نفسهم يالبن هلا في النت وتشمل، فكان أست أمس وقت واجب صلاة وتشل، وزام هل دمو سنة راسبة مبارو صلاة وتشل، ليلة ولايك إشابها لا صبيها دانس كل رسبا له كذي دمو ليلة صلاة مسجد بر الدلال، بزي مهل دمو استغفار توبة دعاء لثلايو عبادة وتشل. الله يسون دقاق باروشنا دقمو وصفات شونا سيقلس من بلوال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إلى آخر الآيات يسو دقاق باروش لمن تفتروا يمياكو الله أن يميالكونا يتلايو الله يفترات شو فترتات نيايو ميستنتنو يسو دقاق باروش الله أن يستوصالو ماشيين والله ما يستوسوت رمضان لا يبتشار اللهم حج لا يبتشار اللهم كدروس أوج قاسيولو بتشار اللهم هلم بس لا يهني توش لا يهونه والله أن يستوسالو يذكرون الله قياما قومهم الله أن يستوسالو وقعودا قتبلهم الله أن يستوسالو وعلى جنوبهم والناتشو لا يهونه تنيتهم الله سبحانه وتعالى يستوسال اللهم ما استوس مالت بملاس بتشار اللهم الله سبحانه وتعالى ما استوس بملاسم بلبم كذكروا كله تقامي ذكر لبنا ملاس أبرو يمي درقو ذكرنا ويلال دام زكتن يو ذكر بملاس يمي بال ذكرنا ويلال يا الله دقاق قباروش بملاساتكم بلباتكم الله يستوسالو تنيتهم كتبلهم قوي عليهم يتم هونو الله سبحانه وتعالى يستوسالو بلباتكم بثلي يه الله سبحانه وتعالى ما استوساتكم رقمو خيرا زران دي سرو وانجلا ندي توو يقفى فاتشوا يعني رمضان لا تنسراك ينبرو خير سراوك يخير سرا عينتوك بمولو كرمضان بها لمال رمضان لا قديتا تدرقو رمضان صوم يصوم لنجي صوم من قزيم يال عبادة وتجماري تراويح السقدة لنجي كتراويح يبلت أجر ميا الستنا واجب يهوني صلاة عينت مال إنه كصلاة أنزار بقان أمس قزي صلاة النزي أمس وك صلاة وكنا يال سقدة سو مسلم هلو عبال بيانس بيانس أمس وك صلاة مسجد اللبت عندس عند إيمانو تنكاري دقمو بنزي صلاة وك مهل يعني كفيت انكو هلا مسجدوا راتبا وتشال قبليا انا بعديا وتشال صلاه رمضان لا بتشاير لما لازم اندزي هو تراويح تسبسبن اند من سجدوا كله امس وقت صلاه بجماعه مسجد قديتان اندزي هو بسامنت عند الجمعه تسبسبوا مسجد واجب نو قديتا وندو يهن سجدوا اجر اند يمياغنيو كله سيس لجم ادبون اموالتا هيدا كسجدج اجرون تاغنيالج بيت مسجدو يميبلتو نو سال بالو انكسكسا لجوچو انكسكسا لبساچون اطبا لجمعه مشنيتوا براسو يمياس جنيلات أجرال رمضان لا خير سرا لا يندمي تبابرو تلو لجو تشاچون دي صومو تراويح اندي سجدو اندمي ادرغوت كرمضان بوحالام يالو صلاتوش لا عبادوش لا يغفافو اندهونا يهانونو أجر ياغنيوتال صومم دغمو رمضان لا بيتشا يالا عبادة عدل كرمضان بوحالام يالا عبادة ودا الله كم ياقربو يقلب درقتن كم ياسوغدو خاتما مدفو خاتمان كم يتبقو عبادة وتشاندو كم محسينوتش كم يمدبو محسينوش كم يسمدبو عبادوش مهل عندو نوزو محسن مالت الله لك عندما يوادرقو قيتاو ميا ملك سو مالت سو من يمي سو
ترك على عبادة كم يسرى الله كم يفرى إخلاص قال له باري أي مدبع لا الله بلو يسوم سوما لتنا يه يسوم عبادة رمضان لاي واجب هونو قديس هونو يسلام ركن ركن سدرقو يسوم لنجي كرمضان بهالام يه يخير سرى الدل اندالن سنيو النهامو سيسوما بيورو بعربي نور أداد السور بقبك وترهلو سوسوس كان يسوما بتشار يبل لدرقمو أسرا سوستنيا أسرا تنيا أسرا مسنيا وكان يتسوما اندهونا يه عمتن ده تسوما يكوت ترال ولو على النبي صلى الله عليه وسلم رمضان اندو ترقمو يشوال سومال رمضان انسومو كزام سدستك ان كشوال وري يسوما سو عمتون ملون ده سوما يكوت ترال ولو على لك رمضان اندو تابعيدو ما قست أكتاتلو مسوم اتشالال اندزيو دقمو يارفو مسوم اتشالال كشوال ور مهل لاي مجرش لاي مسوم اتشال أهم شيء مسومون نا يهي مانت كرمضان بها لا يالي يسوم عبادان وكذلك يا عشورة سوم اللي يا عرفة سوم اللي يا محر يا محرم ور سوم اللي يسوم اينا توج اندالو نو رمضان لا بيتشار اللي ميتقدبو هاي تتفلقو كزيه هلوم رمضان لا يسنسرات ينبرو عبادوش كرمضان بها لا مالون رمضان لا يسرتن رمضان سيودا منكم كهنا الله زند سبحانه وتعالى تكبينت على ما قنيتاتشن ملكتن نبياتشن صلى الله عليه وسلم بحديثاتشو كسرا هلو بلاج لقوامي النتي من السرى سرى نوت النشم قابي هوني علو أحب الأعمال إلى الله كسرا وتشلو يبلت الله زند توداج سرى أدومه لقوامي النتي يمي السرى سرانو وإن قل تنشم كابي هوني خير سرى رمضان لا يتراويح تهجد سلاسة ركا هياسوس ركا أسراسوس أسران ركا سجدو رمضان سيوتا كم يقوم سووج هلي هو تاتشو دميلك تاتشوون هلي سوست ركا أمس ركا يماتا ويترن ليلة نمي سجدو سووج الله زندي ولده تودا جناتشو رمضان ليهن هلو خير سراسر تو رمضان سيوتا كتا درقو ميقوم كهونا يعملكو ينبرو رمضان انجي منو رمضان نجي جيتاتشون اندال هنا ملكتنا لزهنو علموج لا تكون شعبانيا ولا رمضانيا ولكن كن ربانيا نلالو أنت يا شعبان وراتهن يا رمضان وراتهن يا شوال وراتهن يلكونس يا الله سوهن لا يا شعبان مسو أتهن يا رمضان مسو أتهن يا الله سوهن لا رمضان ميهون شوال شعبان ورات وشناتشو قزيحتشون تبقو ميمت بنزيه كانت ورات بتشاكون الله متاملكو أنت ورون قزيون متاملك سونه لكن ماشي يما يموت هلهم حياوية هنا يميايه يمي رداه بملكا مسرا أتف درب أجر ميسته بوانجل دقمو ميتتاسبه كتوبتكم ميمره يهونون قيتاهن متفرا متاكبرسو للتوني القبال إذن رمضان لي خير سرا سرتن رمضان سيوتا منو تاك هنا مناكوم كهنا عباداون يسرانو قاقاتاون تتكمنو هني تاوي ثلاث قددونا لذا رمضان يسرانو سرا تكباينت ما قنيتون كمنا كباشو ملكوتو چاندو كرمضان بوهالا ميان خير سرا مكتراتشن عنده خير سرا سنسرا لباتشن دستا ما قنيتون لخير سرا ما قواقواتاتشن مقبلنا وهان انقلفن كمن فلق وكمن نافق وبلاي خير سرا سنفلق الناس النافق يه كالة رمضان لا يسران وسراء سمروال وطيتا ما هونو على مالسا لكن رمضان كوتا بوهالا ودو انجل من نمدلس كهونا كرمضان بوهالا رمضان لا ينسرات ينبر وسراء وشن مسرات يفلقن وستاتشن ميسم فكهون سراء ومسرات يفلقن من ندكم كهونا ودو هالا من الكهونا رمضان لا يتسرى وسراء لالله تقول والتسرى متكباينة ما لا قنيم مالتنا لو رمضان لا ينبرن عينة عبادة الناتنا كاري إنو رنزنج كم يردو نقروتش مهالاندو أمس وقت صلاة تبقو مسجد أمس وقت صلاة تبقو مسجد كوانجل اندمي كلكل كمدفو باهري اندمي عوطا الله نقرونا ترى صلاة سايهون أقيم الصلاة كتار قاتشو صلاة تشون سجدون الله نير حافظوا على الصلوات صلاته تشاتشون بمولو تتنككو تبكاتشو سجدو بتري عصر صلاة الله بلا رمضان لاي سنة صلاة سنسجد اندنبرو هلو كرمضان بهالا سنهم تتناكرو مكتلا لبت بايبل تدقمو فرضو لاي متنكرين وربنا فتلي بتلي بزمنو يتلايو كالله مياروكو كعبادة مياوتو زمناوي يتكنولوجي وتيهونو نقروش يبزو بزمن لاي سووش صلاة تشون زنگ توا وندوش بسرا هونو تيتوش ببيتوش تسرا هونو تماريو بسمرتو هونو منم يا
የሌላቸው ሰዎች ሁሉ ደግሞ እንዲሁ በተለያዩ ነገሮች ራሳቸውን መሽጉል ያደርጋሉ። ኢንተርኔት ውስጥ ገብተው የተለያየ ነገር ያጋላበጡ ዓለም ላይ ያለው ነገር የቃኙ ጌታቸው ባለውለታቸው አላህ ነው ስገዱ ብሎ የጠራቸው በቀላሉ እሺ የማይሉ ሰዎች በዝተውበታል። ሶላት ከመጣ ሁሉንም ነገር አርግፍ አርጋችሁ ተታችሁት ወደ ሶላት ሄዱ ነውና የተባለው አምስት ወቅት ሶላትን ተጠብቀን እንስገድ። አምስት ወቅት ሶላትን ተጠብቀን መስገዳችን ልባችን እንዲረጥ ወደ አላህ እንዲመለስ ያደርጋል። እንዲሁ በዛ ማህሌ ሰረናቸው ወንጀሎችም ካሉ ወንጀላችን ይሰረዛል። ሶላታችን በጠነከረን ቁጥር ወደ አላህ የበለጠ እንቀርባለን ነው። ሌላው ቁርአንን አለመለየት ነው። ረመዳን ላይ ሁሉም ሰው ቁርአን ሲቀራ እናያለን። በተደጋጋሚ በሳምንት ውስጥ የሚያከትሙ ሰዎችን እናያለን። ረመዳን ሲወጣ ግን ብዙዎቹ ቁርአን ላይ ይዘናጋሉ፣ ችላ ይላሉ። ቁርአን ማለት የመንፈሳችን ምግብ ነው። አካላችን ምግብ እንደሚያስፈልገው ሁሉ ልባችንም ሩሃችንም ምግብ ያስፈልገዋል። የልባችን ምግቡ ቁርአን ነው። ስለዚህ ልባችን እንዲጠነክር ከፈለገን ቁርአን በብዛት እንቅራ። እንዲሞት ደግሞ የፈለገ ሰው ልቡ እንዲደክም የፈለገ ሰው ከቁርአን ይርቃል። እዛ ቁርአን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሰው ልጆች መመሪያ አድርጎ ነው የመጣው። በእያንዳንዱ ሐርፍ 10 ሐሰናት ይገኛልና ይሄንም ታሳቢ በማድረግ እንደዚሁ እውቀት ለመጨመርም አላህ ዘንድ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለሙእሚኖች የተዘጋጀውን ኒዕማ ለሙጅሪሞችና ለእምቢባዮች የተዘጋጀውን ቅጣት ከቁርአን ነው ይሄን ሁሉ የምናገኘውና ከቁርአን የኖረ ሰው ከአላህ ጋር እንደሚነጋገር ነው። ቁርአንን ቀጥታ መቅራት የማይችል ሰው ቁርአኖችን በመስማት ለመቅራት በመሞከር በቁርአን ዙሪያ የተጻፉ ነገሮችን በማንበብ በመስማት ከቁርአን ጋር ልንኖርና ልንቀርብ ይገባናል። እንደዚሁ ከዚሁ ተያይዞ ከቁርአን ቀጥሎ ዝክር ልናበዛ ሁሌም አላህን ልናስታውስ ይገባናል። ይህን ያደረገን እንደሆነ ረመዳን ላይ የነበረን አይነት አህዋል ይኖረናል። ሌላው ዱዓ ማብዛት ነው። ዱዓ የሙእሚኖች መሳሪያ ነው። የመጣውን በላ ያነሳል፣ ሊመጣ የነበረውንም በላ ይመክታል። ቀደርን የሚመልስ ነገር ቢኖር ዱዓ ነው ብሏል። መሆኑም አላህ እስትቃማ እንዲሰጠን ኸይርን ስራ እንዲያግዘን ከወንጀል እንዲያርቀን ዱዓ ልናደርግ ይገባናል። በተለይ ሸርጡን አሟልተን ያደረግነው ዱዓ አይመለስም። ሶስተኛው ጓደኛ መምረጥ ነው፣ ወይም አራተኛው ጓደኛ መምረጥ ነው። ሷሊህ የሆነ ጥሩ የሆነ ጓደኛ ያለው ሰው በየጊዜው ወደ አላህ ቅርበትን ይጨምራል። ይህ ጥሩ ጓደኛው ለኸይር ነገር ያግዘዋል፣ ከመጥፎ ነገር ይከለክለዋል። መጥፎ ጓደኛ ያለው ሰው ደግሞ ወደ መጥፎ ነገር ይወስደዋል። በቀጥታ መጥፎ ነገር ላይም ከባይዘፍቀው ከነበረበት ጥሩ ሁኔታ ወደ ታች ያወርደዋል። ባለንበት ዘመን የሰው ልጆች በተለያየ የመገናኛ አውታሮች ከሰዎች ጋር እየተገናኙ የተለያየ ዓላማ ያለው ሰው የተለያየ አህዳፍ ሀደፎች ግቦች ካሉት ሰው ጋር ጓደኛ ይሆናሉ ሰዎች። ስብሓነላህ። ድሮ በአካል ብቻ ነበር ጓደኛ የሚሆነው፣ ዛሬ በልብ ጓደኛ ይሆናል። ስሙን በትክክለኛ እንኳ ስሙን የማያውቁት መልኩን የማያውቁት ማንነቱን የማያውቁትን ሰው ፌስቡክ ላይ አግኝተውት ዋትሳፕ ላይ አግኝተውት ጓደኛ ያደርጉታል። ምናልባትም ካፍር ሁሉ ሊሆን ይችላል የሙስሊም ስም ተጠቅሞ፣ ሙናፊቅ ሁሉ ልትሆን ትችላለች የሙስሊም ስም ተጠቅማ። እዚህ ላይ ይጻጻፋሉ፣ ይገናኛሉ፣ ይዋደዳሉ። ከዛ በኋላ ለአላህ ብዬ ወድሃለሁ ብሎ ይባላል። ለአላህ ብሎ መውደድ ይህን ያክል የረከሰ አይደለም። ለአላህ ብሎ መውደድ ትልቅ ዒባዳ ነው። ለአላህ ብሎ መውደድ ማለት የሚወዱትን ሰው ወንጀል ሲሰራ አይቶ ተው ማለት ነው። ጉድለት ካለበትም ኸይር ስራ ላይ እንዲበረታ ማድረግ ነው እንጂ ግሩፕ ውስጥ ያለውን በሙሉ ዘፈን የሚያደምጠውን ሴቷ ሆና ከወንድ ጋር የምትላፋዋንም ሐራም የሚሰራውንም ያሉበትን ግሩፕ ሁሉ ለአላህ ብዬ ወዳችኋለሁ፣ ናፈቃችሁኝ፣ ለአኽር ከስሜት ጋር ስለሄዱ ናፈቃችሁኝ ይባላል። ሐቂቃ ሰው ከሚወደው ሰው ጋር ይቀሰቀሳል ብለዋል ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ውስጡ ላይ የተለያዩ ዘፈኖች የሚለቀቁበት ግሩፕ ነው። የተለያዩ ውስጣቸው ላይ ሽርክ ያለባቸው መንዙማዎች፣ ጭፈራዎች፣ ሙዚቃ መሳሪያ ያለባቸው ነሺዳዎች የሚለቀቅበት ግሩፕ ነው። እነዚህ ሁሉ ጓደኛ ተደርገው ተይዘው ይሄን የሚሰሩትን ወንጀል ሁሉ ታይቶ ዝም የተባለ ቀልብ የሚያደርገ ነገር ሁሉ የለቀቁ ተቀብሎ በሞባይል እያዩ እነዚህ ሰዎችን ሁሉ ጓደኛ ብለን ምናምን ከሆነ እነዚህ ሁሉ አላህ ዘንድ ቂያማ ቀን ይከሱናል። እንደዚሁ ቀልባችንን ያበላሹብናል። ወንጀልን ያየ ሰው በእጁ ያስወግድ፣ ካልቻለ በምላሱ ይናገር፣ ካልቻለ በልቡ ይጥላን ያሉት ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወአለሂ ወሰሐቢሂ ወሰለም። ይሄን አውቀን ጓደኛ ልንመርጥ ይገባናል። ከጥሩ ሰው ጋር ልንውል ይገባናል። በመጨረሻም ለአኼራ ዝግጅት ማድረግ ነው። ሁሌ ጭንቃችን አኼራ ምን ይዤ ነው የምቀርበው የሚል ጭንቅ ሊኖረን ይገባል ውስጣችን ላይ። አዱኒያ ላይ ቤት ያሌለው ሰው ንብረት ያሌለው ሰው ድሃ ይባላል። ይሄ ቀላል ነው። እንደምንም አዱኒያ ህይወትን ማሳለፍ ይችላል። በጣም ትልቁ ድሃ አኼራ ላይ ምንም ሳይዝ የሄደ ሰው ነው። ረመዳን ላይ ብዙ ለአኼራ ዝግጅት ስናደርግ ቆይተናል። ረመዳን ሲወጣ ይህ ዝግጅት መቋረጥ የለበትም እላለሁ። ወላሁ ተዓላ አዕለም። ሰላም አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱህ።